هنروح لموضوع تاني يشذ. يمكن امبارح تم اعتماد ضوابط رحلات موسم العمرة الجديد، واللي مفترض هتبتدي في شهر سبتمبر اللي جاي ان شاء الله. طبعا هذه الضوابط تم وضعها بالتوافق بين شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة ووزارة السياحة اللي بتشرف على تنفيذ هذه الضوابط. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن ضوابط العمرة معانا الأستاذ مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة. يا أستاذ مجدي صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ محمد، على حضرتك وعلى مصر أقدس أرض التي تجلى عليها الله سبحانه وتعالى دون بقاع الكون كله. يا أهلا بيك يا أستاذ مجدي. أستاذ مجدي، في البداية عايزين نعرف أهم الضوابط، هل في ضوابط جديدة بالنسبة لرحلات العمرة؟ هو طبعا في ضوابط جديدة ونفس الضوابط بتاعت السنة اللي فاتت في أغلبها، ولكن أضافوا ضوابط جديدة السنة دي عشان إن الضوابط ديت فيها التعديلات اللي هي تعديلات الحفاظ على الاقتصاد المصري، عشان يضموا جميع التأشيرات بالبوابة الإلكترونية. حضرتك عارف إن في قانون صدر اللي هو قانون البوابة الإلكترونية، وهذا القانون بيشمل أي مصري مسافر يؤدي العمرة. فهذا القانون السنة اللي فاتت تم اختراقه، فعشان كده السنة دي هيبقى قانون ديناميكي، يعني بمعنى القرارات هتبقى قرارات ديناميكية يعني تتواكب مع ما تصدره الحكومة السعودية من تأشيرات جديدة، لأن طبعا السعودية بتصدر تأشيرات مختلفة، ولازم يبقى في ديناميكية في القرار على أساس إن لو صدر أي تأشيرة جديدة لازم تضم للبوابة وده للقضاء على الكيانات الموازية، لأن الكيانات الموازية دول سرطان ينهش في اقتصاد مصر الوطني، لأن دول بيلموا فلوس من الناس ومفيش أي مسؤولية تجاه المعتمر. وإحنا ما بنقولش كده بس على أساس إن إحنا إيه بنشجع المعتمر إن هو يلجأ للدولة. طبعا أنت لازم تلجأ للدولة، لأن الدولة هي اللي مفروض إنها بترعى كل شيء، والفلوس اللي هي بتدفع للدولة بتدفع عشان تعود خدمات على المعتمر. ما فيش حاجة بتتاخد غير لما يرجع خدمات عليه، مثل خدمات صحية أو أي خدمات ممكن تطرأ عليه وهو في منطقة العمرة. السنة اللي فاتت مثلا في 600,000 معتمر طلعوا مع السماسرة والكيانات الموازية، وإحنا ما نعرفش فلوس الناس دي راحت فين، وإحنا عايزين الدولة هي اللي تستفيد، لأن مصر محتاجة لكل كيان موازي. ده احنا بنسمع كمان عن نصب من قبل بعض الشركات. بقول لحضرتك بنسمع كمان في بعض الاحيان عن نصب من كتير من هذه الشركات او بعض هذه الشركات. نصب ووفاء ومشاكل كتير بتحصل جدا. وطبعا بتتحملها القنصليه المصريه والسفاره المصريه بالمملكه العربيه السعوديه، وفي نفس الوقت مش كل المشاكل، لان زي ما بقول لك 600,000 واحد سافروا، 200,000 واحد راحوا حجوا بتأشيرات زيارة، يعني وما كانش ليهم مكان في مكة وما كانش ليهم مكان في منى، وطبعا كلنا عارفين المشاكل اللي حصلت معاهم، وتم تبطيمهم في السعودية ومنعهم من دخول السعودية 10 سنوات. عشان كده احنا كمان دي ناس دخلت بتأشيرة الزيارة، دخلت عملت عمرة، لا عملت حج يا استاذه بسام، حج كمان غير على حضرتك. عملت حج فقعدوا بتاشيره الزياره بدءا من اول ذو القعده لحد لما خلصوا يعني 20 ذو الحجه، فقعدوا شهر و20 يوم وكانوا بيهربوا من اللجان اللي بتتعمل من الشرطه، لان دي طبعا ادت للضغط على منى والضغط على عرفات والضغط على جميع الاماكن المقدسه في المملكه العربيه الشقيقه، واتمنعوا ان هم يدخلوا السعوديه لمده 10 سنين. فاتمنعوا ان هم يدخلوا لان تم تبصيمهم، وفي ناس تم حجزهم وفي ناس تم حبسهم. طب ليه انت تبهدل نفسك؟ وما بتوفرش حاجه، يعني ما فيش معتمر بيوفر، يعني يا ريت حد يطلع يبقى يقول لنا من الناس دي انا وفرت كذا، واللي وفرته ده هل مقابل انك انت تقعد في شقه ليس بها تكييف وليس بها اي مقومات؟ فعشان كده لازم دائما
غطاء الدولة المصرية، وغطاء الدولة المصرية هو قانون بوابة العمرة، ولازم الإدارة اللي هي وزير السياحة والسادة المسؤولين يبقوا على طول في ديناميكية، أول ما تصدر تأشيرة لازم تندرج، إنما المقيم في السعودية الذي يعمل في السعودية ومعه تصريح سفر ودفع ضرائبه، ده اللي ممكن نقول ان هو ما يخضعش للبوابة الإلكترونية، لانه يعمل ومعاه تصريح سفره ومعاه الضرائب اللي بيدفعها للدولة. انا ما بقولش ده. اولى رحلات العمرة يا فندم موعد انطلاقها امتى سريعا جدا بعد اذنك؟ ماشي، بس انا يا استاذه بسنت انا ما بقولش دوت عشان حد يقول ان احنا بنحمل. يا سيدي قارن وقارن بسهوله، هتلاقي العمره اوفر لك بكتير مع الدوله ومع شركات السياحه، وفي نفس الوقت العمره مفروض ستبدا بمجرد صدور الضوابط. الضوابط صدرت خلاص، هتنشر في الجريده الرسميه وسيعمل بها بعد النشر، ومجرد النشر في الجريده الرسميه سيتم توثيق العقود، لأن ما ينفعش حد يسفر حد من مصر لأداء العمرة إلا وله وكيل في السعودية يهتم بكافة الشؤون. طيب الأولى رحلات العمرة هتبتدي إمتى يا فندم؟ يعني خلينا نتوقع زي ما حضرتك قلت كده أوائل سبتمبر، لو النهاردة تم نشر الضوابط في الجريدة الرسمية يعني في خلال 9 أيام يكون بإذن الله كل الشركات، وهم تقريباً هيبقوا في حدود 700 شركه او 1000 شركه بس، هم اللي هيقدروا يعتمدوا ويوثقوا العقود ويقدروا ان هم يبقوا موجودين على البوابه، لان المعتمر يعني المصري ان شاء الله ان شاء الله اولى او المعتمر ايام سبتمبر باذن الله عمرته من البوابه. هايل، بنشكرك الاستاذ مجدي صادق عضو غرفه الشركات السياحه، كل الشكر ليك يا فندم.